السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو نشوفو كيفاش طريقة تنقيط في سيستم أريما. يعني نشوفو فاكتور بار فاكتور كاع لي كريتير ديال السيليكسيون، يعني كيفاش تيتم التنقيط ديالهم، ونحاول ما يمكن نوضحها بشكل مبسط باش كل واحد إن شاء الله يقدر، يعني يمكن أنه يدير ليفالياسيون ديالو بوحدو ويعرف شحال السكور ديالو. ومن بعد ان شاء الله الفيديو هذا غندير فيديو واحد اخر اللي يكون افيك ان سيميلاسيون. نمشيو ان شاء الله ليكرون باش نشوفو كومون سا فونكسيون، شنو خصنا باش نديرو، يعني نقطو نديرو نحسبو السكور. خصنا ثلاثة الحوايج. اول حاجة هي لا ديكلاراسيون دانتيري، شنو هما الحوايج اللي تنعمرو في ديكلاراسيون دانتيري. وخصنا لا غريد سيليكسيون الاخرانية بطبيعة الحال، ولا ليست دي فورماسيون. هاد ثلاثه الحوايج اللي خاصنا ان شاء الله باش نديرو الحساب. الا شفنا ديكلاراسيون دانتيري، ديكلاراسيون دانتيري هي هادي، هادشي هو اللي تنعمرو في اريما. تنعمرو دي غونسينمون بيرسونيل، تنعمرو لي كوردوني، تنعمرو سيتياسيون فاميليال، وتنعمرو سيتياسيون اكتيير او كيبيك، لا سكولاريتي، باركور بروفيسيونيل، اوفر دامبلوا فاليدي بار لو مينيستر، كونيسونس لينغويستيك اون فرونسي، كونيسونس لينغويستيك اون انغلي، او كونسونتومون. هادو هما الحوايج اللي تنعمرو في السيستيم. وكاينه لا غريد سيليكسيون. لا غريد سيليكسيون هي اللي فيها تنقيط على كل كريتير. ولا ليست دو فورماسيون من بعد باش نوصلو ليها ان شاء الله، حتى هي كل فورماسيون عندها التنقيط ديالها. دابا نمشيو ان شاء الله هنايا، نحاولو ما يمكن نديرو كوريسبوندونس ما بين كيفاش شنو تنعمرو في لا ديكلاراسيون دانتيري ولا غريد سيليكسيون. لا غريد سيليكسيون شنو هما تنعمرو فيها؟ تنعمرو فيها لاج، سكولاريتي، لونغ اكسبيريونس، اوفر دومبلوا، سيجور، سيتياسيون فاميليال. هادشي كامل تيمكننا اننا نحسبو لو سوي اليميناتوار دومبلويابيليتي، يعني تنشوفو السكور ديالنا هنا وتنشوفو شحال جبنا. ومن بعد ان شاء الله نوضحو المسألة هادي. وكاين عاوتاني واش عندك اونفون، واش عندك لي زونفون، لا كاباسيتي فينونسيير اللي متنعمروهاش في اريما، داكشي علاش درتهم ابار. وعاد تنشوفو لو سو بور لا سيليكسيون. هادي من بعد ان شاء الله، الا كانت ان شاء الله الا كانت ان انفيتاسيون بور فير ان دوموند، تيحسبو هما عاوتاني تيحسبو لو سو دو لو سو بور لا سيليكسيون. دابا ان شاء الله غنشوفو كل هادو كما قلنا هنايا، هادو هما شنو تنعمرو في اريما. دابا غنشوفو وحده بوحده لو غونسينمون بيرسونيل، منهم منها تيجيبو لاج، تتدخل لا دات نيسونس ديالك تيجيبو منها لاج. عندك لا سكولاريتي، تتعمر لا سكولاريتي تيجيبو منها جوج حوايج، تيجيبو لو نيفو سكولاريتي و تيجيبو منها لو دومين دو فورماسيون كيما قلنا. الحاجة الثالثة هما لي كونيسونس لينغويستيك. عندك لي كونيسونس لينغويستيك باش دير تيست، عندك لي كونيسونس لينغويستيك في الفرنسي و لونغلي، هما باش تيحسبو شحال بالنسبة لي لونغ. الباركور بروفيسيونيل هي ليكسبيريونس، و لوفر دومبلوا ها هو لوفر دومبلوا فاليدي. وعندك لا سيتياسيون فاميليال، تيجيبو منها جوج حوايج، تيجيبو منها واش سيليباتير ولا ماري. هنايا لا شتي هادي، تيجيبو منها لا سيتياسيون فاميليال واش ماري ولا الا كنتي ماري خصك تشوف النقاط ديال المدام ولا ديال كان العكس الراجل. و تيجيبو منها واش عندك دي زونفون. هادي ما تتحسبش في الاول، تتحسب حتى من بعد. حاجه واحده اخرى هي قلنا لوفر، كاينه لا سيتياسيون فاميليال. الحاجه الاخرى شنو تيبان لينا هنايا؟ تيبان لينا بان لو سيجور اي فامي او كيبيك ما تنعمروهش في اريما، ولكن هو تيتحسب. غنشوفوا علاش ما انه ما تيحسبوش بور لانستون، ولكن تيحسبوه بلوتار. حاجه واحده اخرى، لا كاباسيتي فينونسيير ما تيحسبوهاش دابا، حيت تتحسب حتى من بعد في السيليكسيون تتحسب. لي كوردوني ما نهضرش عليهم دابا، حتى من بعد. لا سيتياسيون اكتيال او كيبيك تيعمروها، تتعمرها ولكن ما كاينش لا كوريسبوندونس ديالها هنا. علاش؟ لان لا سيتياسيون اكتيال او كيبيك هو واش ديجا عندك تي ترافايو كيبيك، واش عندك لاكتيف كيبيك، هذيك تيدوزوك من بروغرام واحد اخر. يعني ما تتكونش في بروغرام ديال ترافايو كاليفي ديال هذا، تتكون في دوطخ بروغرام. وكاين الكونسونتمون. الكونسونتمون هادي تتسيني بانك هما يمكن لهم انهم يافيشيو لي غونسينمون ديالك لي زومبلويور. يعني هادو شفنا كيفاش
لا كوريسبوندونس ما بين جوج حوايج، هما داكشي كامل تتعمر تيحسبوه، الحوايج اللي ما تتعمرش اللي تتعمر وما تيحسب، اللي ما تتعمرش دابا تعمرها من بعد، ولا لا عمرتيها دابا من بعد علاش تيشوفوها. دابا غنمشيو نشوفو هذا هو التنقيط، كما قلنا لي كاركتيريستيك ديال البروفيل ديالك، لاج لاج الا ماكتيش سون كونجوانت الماكسيموم تيعطيو عليه 16، و من سواء تكون افيك كونجوان تعطيو عليه 16، لا سكولاريتي تعطيو عليها 26، يعني نيفو سكولاريتي نيفو ديال سكولاريتي و الفورماسيون تعطيو عليها 26 كيلكو سوا واش ماري ولا ماشي ماري. لي لونغ تعطيو عليهم 22 لا ميم شوز ايسي افيك افيك سون كونجوان. ليكسبيريونس دو ترافاي تعطيو عليها 8 بوان، 8 بوان. لوفر دومبلوا فاليدي تعطيو عليها 14 بوان، و سيجور لي فامي تعطيو عليها 8 بوان. اي بوسك ما تعمرهاش في اريما ما كاين فيها والو دابا تساعد، ولا السياسيون فاميليال ما تعطيوك عليها والو لك تي سيليباتير، ولكن لك تي افيك ان كونجوان تعطيوك عليها 17. هادشي كامل مجمعتيه تعطيك 94، وهنا الا كنتي ماري تعطيك 111. والسوي اليميناتوار دومبلويابيليتي بالنسبه لواحد اللي سيليباتير هو 43، وبالنسبه اللي ماري 52. منين جايه هاد 43؟ 43 هي الا حيدتي السيجور ديال الفامي، الا حيدتي حيدتيها من حيتي 94 حيتي من 8 غتعطيك 86. 86 النص ديالها هي 43، يعني شوفوا خصك على الاقل تجيب 50% ديال هذا الشيء كامل من غير سيجور ايفامي وكيبيك. علاش هاد السيجور ايفامي وكيبيك؟ لان هذا شي جيت من بعد تيحسبوكم ان انديكاتور ديال لادابتاسيون ديالك في كيبيك. لا ميم شوز هنا، الا حيتي هاد وي بوان هادي تتجي تعطيك الا حيتي من 11 شحال تعطيك؟ تعطيك 103، لا موتي ديالها هي ا بوبخي 52 سي اون في ان اغونديسمون. وكيما قلت لكم هادشي الاخر هذا تيتحسب حتى من بعد، الا عندك ان اونفو ما تيتحسبش دابا في كوم سو ايميناتور، تيتحسب باش يحسبوا لك سو بولا سيليكسيون. الا كان عندك الدراري تقدر تجيب حتى 8 نقاط كيلكو سوا واش ماري ولا باش ماري، ولا عاوتاني لا كاباسيتي فينونسيير غادي كتدير ان لونغاجمون تيعطيوك على نقطه وحده. وفي سو بولا سيليكسيون الماكسيموم اللي تقدر تجيب هو 103، هي 94 بلس 9 هنايا، وهنايا 52 بلس 9 هي 120. هي تعطيك سو بور لا سيليكسيون بالنسبه للسيليباتير 50، وبالنسبه للماري هي 59. دابا اجي نشوفو كريتير بار كريتير. الا شدينا لاج، شنو تيعطيوك عليه؟ الماكسيموم تيعطيوك عليه 16 بوان. خصك تعطيوك عليه 16 بوان، تيعطيوك عليه الا كنتي ما بين 18 وما بين 35 عام، ولا كان عندك قل من 18 عام راه اليميناتوار، راه ما يمكنش دير، ما عندكش الزيرو راه اليميناتوار. دابا اجي الا كانت عندك اكثر من 35 عام، اكثر من 35 عام بور كل اني زايده تيمشي لك 2 بوان، كل اني زايده تيمشي لك 2 بوان. 37 عندك 12، 38 ولا 10، تتبقى غادي ناقص لك جوج نقاط، على كل عام تتوصل 43، تتوصل 43 تيولي عندك زيرو، من مورا 43 عندك زيرو. لاج المشكلة ديال لاج هو أن ما عندكش عليه الكونترول، لأن لاج ديالك هو هذاك لاج، تي أفونس دون لاج تي بو غيان فيغ. ولكن إلا كان عندك لاج في هاد الانترفال هادي راه عندك النقاط، ولكن عندو امبورتونس. علاش؟ لأن تيعطيو عليه 16 نقطة. دابا اجي نشوفو الفورماسيون. الفورماسيون كاين فيها النيفو دو سكولاريتي. النيفو دو سكولاريتي الا ما كانش عندك السكوندير جينيرال، سكوند عند خصك يكون عندك على الاقل السكوندير جينيرال، تعطيوك عليه 2 بوان. الا ما كانش عندك تعطيوك 0 بوان. الا كان عندك سكوندير بروفيسيونيل ولا يونيفرسيتي بروميير سيكل 2 زون، ولا بوست سكوندير تكنيك 1 نون 2 زون ولا 3 زون، تعطيوك على تعطيوك على لا اسمحوا لي، الا كان عندك بوست سكوندير جينيرال 2 زون ولا يونيفرسيتي بروميير سيكل 1 نون، يعني عندك ان اني دي يونيفرسيتي ولا بوست سكوندير 2 زون، تعطيوك عليه 4 بوان. الا كان عندك سكوندير بروفيسيونيل هو هذا، تعطيوك 6 نقاط. الا كان عندك بوست سكوندير تكنيك 3 زون، تعطيوك 8 بوان. الا كان عندك يونيفرسيتي بروميير سيكل ولا ديال 3 زون ولا بلوس تيعطيوك 10 بوان، ولا كانت عندك ميتريز او بلوس تيعطيوك عليها 12 بوان الماكسيموم. كما قلت لكم نيفو دو فورماسيون يمكن لكم عليه الكونترول. علاش؟ لان يمكن لك انك تزيد تقرا، يمكن لك انك تجيب شي فورماسيون زايده، ويمكن لك تحسن النقاط ديالك. دابا اجي نمشيو للدومين دو فورماسيون.
دومين دو فورماسيون كاينين خمسة ديال لي سيكسيون، على حساب الا كنتي في سيكسيون ا تيعطيوك 12، كنتي في سيكسيون بي تيعطيوك 9، كنتي في سيكسيون سي تيعطيوك 6، كنتي في سيكسيون دي تيعطيك 2. الا ما كانش دومين دو فورماسيون ديالك ما كانش ريبيرتوري، ما كانش كلاسي، تيعطيوك 0. Domaine de formation, la formation de façon générale, il est très important. On va expliquer ça, inch'Allah, dans une vidéo. D'abord, je vais vous montrer les connaissances linguistiques. Les connaissances linguistiques, le maximum que tu as, c'est 22. Tu as dit que tu as fait le test ou que tu as fait le niveau à 0. Et demain, quel niveau direct tu as fait les deux langues, l'anglais et le français. قد ما النيفو ديالك تيزيد، قد ما انك تزيد نقاط، نقطة بنقطة بنقطة تتوصل ل 22. يعني إلا دوزتي التيست ولقيتي راسك بأن عندك 12 نقطة، راه مازال عندك فين تجيب. لقيتي راسك عندك 6، راه مازال عندك فين تجيب. لقيتي راسك عندك 20، راه مازال عندك فين تزيد. راه يمكن لك تجيب حتى ل 22. يعني مادام أنهم ما عيطوش لك، يمكن لك ديما تحسن لي كونيسونس لينغويستيك ديالك، إما في الفرنسي ولا الأونجلي، وتجيب تزيد النقاط. و لو تيست إلي فاليد بوغ دو زون. دابا أجي نشوفو الباركور بروفيسيونيل. الباركور بروفيسيونيل تيبدا من الى عندك موان دو سيزون، راه موان دو سي موا راه عندك زيرو، ابارتير ديال سي موا تال 23 يعني تال 23 موا، يعني قل من عامين تيعطيوك 4 بوان. الى عندك عامين تال 3 سنين تيعطيوك 6 نقاط. الى عندك 4 سنين الفوق تيعطيوك 8 نقاط. كما قلت لكم في فيديوهات اخرين، راه خاطر تكون عندك 10 سنين راه الماكسيموم اللي تيحسبوه هي 4 سنين، وهاد الاكسبيريونس خصها تكون في الخمس سنين الاخرانيه، يعني تشوفوا الخمس سنين الاخرانيه اللي خدمتي فيها. دابا اجي نشوفوا لوفر دومبلوا فاليدي. لوفر دومبلوا فاليدي على حسب فين تمشي، تيعطيوك عليه الماكسيموم 14 بوان على حسب لا ريجون اللي تمشي ليها. كاينين دي ريجون اللي خصهم بزاف ديال الماندوفر تيعطيوك عليها حتى 14 وانت غادي، وطاوي لي ستري وهادي تيعطيو عليها 13 وانت نازل تتوصل للموريال. لو وصلت للموريال وفر دومبلوا فاليدي دون لا كوميونيتي دو موريال تعطيك 8 نقاط. علاش؟ لان كاينين بزاف الناس في موريال تعطيك عليها بزاف، وكاين على الاقل تعطيك بدا على الاقل تعطيك 8 نقاط. الا ما كانش عندك اوفر دومبلوا فاليدي راه تعطيك زيرو، ما كاين والو. كما قلت لكم هذا لوفر دومبلوا فاليدي راه عنده امبورطونس. علاش؟ لانه من غير انه تعطيك النقاط تيمكن انه يسرع لا ديمارش ديالك ولا تريتمون ديال دوموند ديالك. هاد لا طارت هادي تتبين لينا لامبورطونس ديال كل فاكتور. الا شدينا شفنا شنو هو المهم في الحساب، هو السكولاريتي تيعطيوك على 26 بوان، وهادي ريبريزون 30% ديال التنقيط. 30% ديال التنقيط بالنسبه للسيليباتير تجي من السكولاريتي، يعني النيفو ديال السكولاريتي والفورماسيون. و تيجي موراها شنو لي كونيسونس لينغويستيك تيعطيوك على 22 بوان، سا ريبريزون 26%. يعني الا كانت عندك عي الماكسيموم في السكولاريتي وفي كونيسون لينغويستيك، راه تي باس ديجا لو سود اليميناتوار اللي هي 43 بالنسبه لي سيليباتير. وبالنسبه لي ماريا، راه بيان سيغ يفون الي شيرشي لي بوان ديال الكونجوان ولا كونجوانت، يفون الي شيرشي. و سي لا ميم شوز عاوتاني لاج تا هو، راه هو في تروازيام، هو في التالت في يعني في الترتيب، تيعطيوك عليه 16 نقطة، سا غوبخيزون 19%. وعاد شتي لاخر باركور بروفيسيونيل، لاحظتوا بان راه تيطلبوا تعطيك النقاط بزاف على هاد ثلاثه لي فاكتور قبل من الباركور، قبل من ليكسبيريونس دو ترافي. شحال واحد تيقول لك عندي انا 12 عام 14 عام 15 عام، ولكن راه هما تيعطيو اهميه اكثر لا سكولاريتي ولي كونيسونس لينغويستيك اللغه ولاج، هادو هما المهمين. يعني هذا بعجاله، يعني حاولت ما يمكن انا نوضح لكم كيفاش تيحسبوا التنقيط، يعني شنو هما لي فاكتور اللي تيدخلوا في التنقيط. وان شاء الله في الفيديو الجاي غنديروا ان شاء الله واحد سيميلاسيون باش نشوفوا كيفاش تنحسبوا. وكما قلت لكم راه وعدتكم باش ان شاء الله في فيديوهات وحدين اخرين غنبقى نخدم بدي سيسيون، يعني بدي كاريير. وكاين فيديو، هذا الفيديو هذا راه درت واحد الفيديو بالفرنسي اللي فيه ساعه بيان ديتاي. الا بغيتو راه ندير له اللين ديالو ان شاء الله، نحط له اللين ديالو هنايا، ويمكن لكم تشوفوا داكشي بالديتاي، يعني كل فاكتور شنو ليكسبليكاسيون ديال كل واحد. هاد الفيديو درته بالنسبه للعربيه، باش حيت الناس طلبوا باش ندير بالعربيه، ودرته ان بو بريف ومبسط. ولكن ان شاء الله فيك لي سيميلاسيون سافا كلاريفي بلان شوز. تنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم،
وانه يعطيكم يعني معلومات. الا كانت لوكا وعجبكم ديروا لي كومونتير، الا كانت شي حاجه ما واضحاش ديروا لي كومونتير وسولوا، ان شاء الله راه نجاوب، راه تنجاوب على لا ماجوريتي ديال لي كيسيون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.